أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، بعدنا معكم بهدى وهن من بانوراما. وتحت شعار الإبداع في صناعة الحلال، انطلق في مدينة مكة المكرمة أعمال منتدى مكة للحلال بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، بمشاركة مئات العارضين المحليين والدوليين لمناقشة وعلى مدى 3 أيام عدد من الموضوعات المهمة حول صناعة الحلال في شتى المجالات الغذائية والصناعية والسياحية والاقتصادية، وأيضا المعرفية اللي بتهم الأشخاص والمجتمعات الإسلامية وبتلبي احتياجاتهم الثقافية. اليوم حنتوقف مع هذا الموضوع، نفهم أهم الموضوعات اللي تناولها المنتدى ومحاور وأهدافه. وخليني رحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية شريكة في تنظيم المنتدى. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا، يسعد نهارك. قبل أستاذ يوسف ما أسألك عن الهدف من إقامة هذا المنتدى، خلينا بس نعرف المستمعين ما هي صناعة الحلال وشو المقصود بسوق الحلال في العالم؟ صناعة الحلال باختصار شديد هو أي منتجات، أي خدمات بيحتاجها الإنسان وممكن تدخل فيها مكونات ما هي حلال. بنقدمها بالشكل اللي يخلي المستخدم يضمن انها ان شاء الله كلها حلال. يعني على سبيل المثال، اي اكل ممكن يدخل في مكوناته التصنيعية، اي مكونات كحولية او اي شيء من هذا النوع، زي شحم الخنزير مثلا في كثير من الاشياء، خصوصا في المنتجات الصيدلانية وفي منتجات التجميل. فإحنا بنضمن إنها لا بتتعمل بطريقة يخليها حلال وفيها نفس ميزات الاستخدام للمستخدم. فهذه هي صناعة الحلال، وبالتالي هذا بيدخل في المأكولات والمشروبات، بيدخل في المنتجات الصيدلانية، بيدخل زي ما قلنا في منتجات التجميل، وفي توسع كبير حقيقة في هذا الموضوع. والسوق هو الآن سوق عالمي، لأنه ببساطة المسلمين بيمثلوا الآن تقريبا ربع سكان العالم. وموجودين في كل دولة من دول العالم، يعني مش فقط زي زمان الدول الإسلامية. طيب لو حدثنا شوي عن منتدى مكة للحلال، ما الهدف من إقامة هذا المنتدى وكيف جاءت الحاجة إليه، وهيدي النسخة هي أي نسخة لهذا المنتدى؟ طيب أبدأ بالجزء الأخير من السؤال. هذه النسخة هي النسخة الأولى، والحمد لله حظيت بتشريف ورعاية من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. الهدف لخصناه في شعار المنتدى الدائم اللي هو حيث يصنع القادة مستقبل الحلال. هذا يبين الهدف. الهدف إنه بدنا نجمع كل المؤثرين في صناعة الحلال، سواء كانوا رؤساء هيئات حكومية أو رؤساء شركات أو مستثمرين أو رؤساء تنفيذيين، عشان يجتمعوا سنوياً ويتكلموا على أي ملف إحنا بنقترحه يؤثر في المستقبل. مثلا هذه السنة اقترحنا أنه عنوان هذه السنة يكون الإبداع والابتكار في صناعة الحلال. فكل المحاور في الجلسات 9 كانت عن الإبداع والابتكار. فالهدف هو هذا، أنه يجتمعوا الناس اللي لهم تأثير كبير في سوق الحلال، في صناعة الحلال، ويتناقشوا في الموضوعات اللي إحنا بنقترحها في كل عام للتأثير في مستقبل الحلال، حتى يكون مستقبل أقوى وأعلى جودة وأوثق للمستخدم، أنه فعلا هذه الصناعات بتتطور سنة بعد سنة. رمزية أستاذ يوسف، رمزية اختيار مكة في إقامة هذا المنتدى الدولي واللي سينعقد سنويا فيما بعد، ما هي هذه الرمزية؟ الرمزية أظن إن شاء الله واضحة جدا، لأنه قلنا إنه إحنا نبغى قادة الحلال يجتمعوا من مختلف دول العالم ومن مختلف القطاعات، فما في مكان حيجمعهم أفضل من مكة المكرمة. مكة مكان التقاء القادة، لأنها هي في قلب كل مسلم، ومهما زارها الإنسان وتلقى دعوة على طول حيوافق إنه يجي. ولذلك هذه الميزة اللي هي في مكة والمدينة إحنا إن شاء الله حريصين نستثمرها جدا في مجموعة من الفعاليات، وليس فقط في موضوع قطاع الحلال. بإذن الله سنعلن تباعا عن عدد من الفعاليات الأخرى
بحيث نجمع المؤثرين في كل قطاع بإذن الله، إما في مكة وإما في المدينة. نعم. فهذا السبب، إنها مثل ما إنها في قلب كل مسلم وبيتجه لها المسلم في كل يوم 5 مرات، حيكون حريص إنه يستجيب للدعوة لما تجي له دعوة من اللجنة المنظمة للمنتدى. ولذلك الحمد لله في أول نسخة المتحدثين جايين من أكثر من 40 دولة. نعم أستاذ يوسف، بدي أتوقف عند الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتطوير صناعة الحلال في السعودية، كيف بتشوفها حضرتك؟ أول شيء، أي تطوير في أي منتجات وأي خدمات هو من مصلحة المستخدم. دخول منافسين جدد هو من مصلحة المستخدم. الحصول على موثوقية، إنه الإنسان لما يشتري أي منتج ويكون عليه شهادة حلال، إنه تكون الشهادة فعلا مضمونة، وإنه بيشتري شيء يعني يوافق رغبته واعتقاده، هذا من مصلحة المستخدم. المملكة دولة الحمد لله كل ما بيصنع فيها، كل ما بينتج فيها هو حلال. نعم. ولذلك هذه الخبرة الكبيرة احنا نبغى ننقلها للعالم، عشان زي ما احنا عايشين في المملكة ومطمئنين انه كل شيء بنشتريه وبناكله حلال، الناس في الدول الاخرى حتى في دول اسلامية بحاجة لهذه الخبرة الكبيرة والتجربة الكبيرة حتى يطمئنوا ويشتروا، ما هو يجلسوا يطالعوا في المكونات، هل في اي مكون مش حلال، هل في كحول، هل في شحوم خنزير، لا خلاص مطمن انه بيشتري من السوق وانه تم فحص المنتجات والى اخره. نعم. كل هذا من مصلحة المستخدم. يعني طبعا في تحديات معينة بتواجهكم في هذا المجال أستاذ يوسف، صناعة الحلال ما بتوقع يمكن داخل المملكة العربية السعودية في تحديات كبيرة، ولكن ربما إذا بنتوسع أكثر على مستوى العالم، أو في أشياء ممكن حضرتكم بتشوفوها ما بتكون واضحة للناس وللمجتمع، إن بيوصلون المنتج وبيفكروا الأمور بهالسهولة؟ أكيد تحديات كثيرة وكبيرة، وهي تستحق أصلاً أنه نعقد لها ملتقى مستقل، وهذا في بال اللجنة المنظمة بإذن الله. يعني على سبيل المثال، واحدة من التحديات أنه الشهادات الموجودة للحلال في العالم كثيرة، وهذا يمكن يشعر به الإنسان اللي يكون عايش في دولة غير مسلمة، يعني الإنسان اللي عايش في بريطانيا ولا في أمريكا وبيدخل بقالة مكتوب عليها انها بقاله لمنتجات الحلال، بيكتشف انه في شهادات كثير لما يراجع هذه الشهاده من مين صدرت او كذا، ما بيلقى موثوقيه لكثير من هذه الشهادات. نعم. فهذه واحده من اهم التحديات، انه احنا حريصين انه اي شهاده في العالم تكون للحلال تكون شهاده موثوقه وقويه. نعم. واحده من التحديات انه موضوع المعايير، احنا حريصين انه يكون في معايير قوية جدا لعملية انتاج الحلال ولعملية الرقابة على الحلال، لانه ما هو مقبول في عالم اليوم انه انا بانتج منتج وانا اضع عليه ختم شهادة الحلال، لازم اللي بيتأكد من هذا المنتج يكون جهة اخرى وتكون جهة مستقلة. فالمهم يعني التحديات كثيرة، لكن بإذن الله الفرصة أكبر. يكفينا أنه معدل النمو في صناعات الحلال بيتجاوز بكثير معدلات النمو في الصناعات التقليدية، فإن شاء الله مع الطموح ومع الفرص الموجودة عندنا أمل كبير أنه نتغلب على كل هذه التحديات إن شاء الله. الأستاذ يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، شريكة في تنظيم منتدى مكة للحلال، شكرا جزيلا على وجودك معنا ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. شكرا. شكرا.